بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أبارك للأخوة والأحبة في دستور اللي الحقيقة نشأنا وإحنا نقرأ هاي الجريدة الرائعة، الجريدة الوطنية الحقيقة، وفي عيدها 55 وهي تنهي عام 54 وتبدأ العام 55، يعني عمر طويل حقيقة حكى دائما عن تاريخ الأردن. إحنا في غرف الصناعة الحقيقة نقدر ونثمن دائما جهود الأخوة في الدستور، وتعاوننا كان وما زال وسيستمر بإذن الله لدعم الصناعة الوطنية ودعم الوطن حقيقة. المواقف كثيرة اللي اشتغلناها مشتركة مع بعض في جريدة الدستور، أيضا زي ما قلنا جريدة الدستور الوطنية المحترمة، اللي نقدر ونثمن دائما مواقف الدستور، ونعد دائما بأن نكون دائما بشراكات مع بعض ندعم هاي الجريدة الوطنية. كل التوفيق لكم جميعا. جريدة الدستور دائما معك.